كلهم القوانين، يدخلني عند الكاونتر الاول هناك، قال هذا ضيف حقنا، ضيف، شكرا لك والله يا زول. المهم طلعت معاه انا كذا خلاص امشي معاه، بس وين رايح؟ رحنا لقينا البرادو، البرادو برا واقفه كذا سياره البرادو، وقفنا مع الزول هناك، جابوا لي الشنط حقتي. انا والله ما بين اللي خايف اول مره اروح للبلد، ما بين اللي يقول يا رب انا ما اعرف انهم لك الخير. المهم انا سويت نفسي ثقه، حياك الله، كيف حالك، كيف الشغل معاكم، كيف الامور، اتصالكم في السعوديه، الخليج، تتعاملوا مع مين انتم هناك؟ ابغى اتعرف عليه من قرب. اسمك ايش؟ انا اسمي خالد. والنعم والله فيك يا خالد، يا مرحبا. وبدينا نتكلم ونسولف، فهم، قال اوريك المكتب حقنا على الطريق. مشينا يمكن 8 دقائق 9 دقائق كذا، وقفنا عند مكان قال هذا المكتب حقي، نطلع نشوفه. طلعت لقيت الناس ما شاء الله، ارتحت، انا ارتحت صراحه. الله الحمد لله، والله انت تستاهل. ايش بكم غامضين؟ اسالني. قلت له والله يا اخي خايفين من الاخير، يعني اقول لك ما احنا عارفين انتم مين ولا احنا عارفين، اول زياره يعني، خلينا نشوف. المهم الراجل جلسني في المكتب وجاب لي الشاي الثقيل، وبدينا نسولف. وداني على الفندق، انت فين ساكن؟ قلت له انا ساكن في فندق السلام روتانا. قال لي وديك. مشينا الفندق، جينا على الفندق، السلام عليكم، يعطيكم العافيه، عندي بوكينج معاكم كذا، رتبوا كذا. قال لي حجزك تمام، كل شيء تمام، الغرفه تمام، كل حاجه جاهزه، يلا بسم الله، ادينا اوراقك، اديتهم باسبورت، بعدين قال اديتهم البطاقه، الفيزا والبطاقه كذا عشان نسحب. انا ما اخذ كاش معي، ها احد يخطط علي ولا شيء، ما عندي كاش، ما اخذ كاش مره، معايا 1000 ريال تقريبا، بس 1000 ريال كذا. قال لي ما والله احنا ما نستخدم. ما تستخدم ايش؟ قال ما نستخدم بطاقات، ما عندنا. ابن حلال كذا قال لي ما في. قلت والله ما معك، يا وانا وش اسوي انا ما في. طيب ماشي ما في مشكله، اقرب صراف. قال ما في صرافات، اهل السودان يمكن اللي راحوا له يعرفوا، ما في صراف. كيف؟ قال ما في صراف يا رجل، ما يصير. قال لي والله ما في صراف، ما تسحب، ما تقبل، ما تشتغل عندنا في السودان كله، ما تشتغل. كيف؟ قال ما تشتغل. انا كذا حسيت اني مره تقزمت ومره صغرت ومره، لاني ما كنت عارف هذه، مع اني ما اخذ معلومات كثير عن البلد، بس ما فاتت علي المعلومه، السكرتير الله يهديه ما اداني اياه، وانا باي. قال ما عليك، ما تشيل هم، كم حسابه؟ قالوا كذا وكذا. طق وديهم الراجل، ما اعرفه، من 10 دقائق متعرف عليه، يمكن نص ساعه بس، ديهم الحساب وياخذ مبلغ تقريبا حوالي 5000 ريال ويعطيني اياه، ما يعادل حوالي 4000 ريال كذا، ويعطيني اياه. والله يا جماعه ما اعرف هذا الادم، ويعطيني اياه. قلت له هذه ايش؟ قال خليها معك مصروف، لا قربت تخلص كذا ولا دي. الفندق انساه، الاخر يوم انت ماشي انا قاعد اسدد معاهم لين تخلص، ولا انت بعدين لما تجي السعوديه ترسل لنا. طالع فيه، اخي انت كيف، من فين استقبلتني في المطار؟ بدا يقول لي. قلت له طيب انت كيف عرفت انه انا جاي في المطار؟ قال انا كلمت مكتبي، هو يقوله انا كلمت المكتب عندي، قالوا انه الاخ رضا العواد هيجي، بس احنا ما راح نستقبله ولا شيء، هو يجينا المكتب الوقت اللي يعجبه، واحنا ما راح نستقبله ولا راح نتعامل معاه، ولا ارسل لنا صوره جواز ولا بيانات ولا معلومات ولا رقم الرحله اللي هو جاي عليها ولا شيء. يقول انا كنت في مصر عندي شغله، وجاي تقريبا قبل موعد رحلتك بساعه، فلما قلت خلاص انا اجيبه معي، فجيت. يقول جلست عند الاخوان والاصدقائي هنا في المطار، وعارف ما شاء الله كل البلد ما شاء الله عليه. قال جلست هنا لين جيت وبديت ابحث عنك وحصلتك. فكان هو المفروض يرسل لي احد، لا هو جاء في راسه هو. فجزاه، يمكن لو ما كان هو اللي معاي يرسل لي واحد مجرد موظف ما بيدو شيء، ما راح يوقف معي، لكن الله سبحانه وتعالى سخر لي هذا الادمي خالد. فوالله يا جماعة هذا الموقف لا ينسى. طبعا رحنا ودفع للفندق، فندق غالي، ودفع لي مبلغ معاي أنا، وهذه الحادثة صارت معاي أنا. في الليل قال لي عايزين نطلع نتمشى. لا يا عمي نطلع نتمشى، والله يا أخي خلاص يعني أعمل، أنا وثقت فيك يعني، أمري لله يعني. راح وداني اماكن اماكن، وقف عند مطعم هناك، مطعم خاص جدا، ما هذا يعني، وطلب لنا سفره، وطالب وجايب معاه يمكن ثلاثة أربعة من اصحابه، جونا في نفس المطعم، ناس كلهم ما شاء الله رجال كبار محترمين. ما
بعدين اخذوني دوريات. انا افكر الشغل عندنا احنا بس في الباديه هنا وفي الصحاري وفي اليوم اللي بياخذوك عزيمه، اليوم الغداء عند فلان، العشاء عند فلان، الغداء عند فلان، العشاء يا الله من بيت البيت شغلوني الشغل. بس كرم، رجوله، شهامه، تعامل، والله يا جماعه والله انهم اعطوني طابع ثاني. يعني غير انه الصوره كانت حلوه عندي من قبل، الا انه صار الان وضعهم بالنسبه لي